نذكر شاهدين صغيرين جدا من حياة الإمام الكاظم. الشاهد الأول، وهذا الشاهد فتح للفقهاء بابا فقهيا، إذا تراجعون العروة الوثقى في بحث مبطلات الصلاة تجدون هذه المسألة معنونة. الإمام الكاظم صلوات الله عليه في يوم من الأيام كان يصلي وكان واقفا، فرأى شيخا. شلون رأى؟ واحد يرى بالاختيار. انتوا اذا واقفين دا تشوفون تربتكم، ما تشوفون اليمين والشمال بالاختيار؟ تشوفون لو ما تشوفون؟ قال تشوفون. العين الها مدى، مو ان الامام كان يطالع، لا، وانما الطبيعي واحد يشوف. هذا الى بحث اخر ما علينا الان به. فرأى شيخا يريد في حالة أن يتناول عصاه، فالشيخ شايب يعني قاعد يريد أن يتناول عصاه. هذا تعليم إلنا حتى نتعامل مع شيوخنا بهذا المنهج. في حديث إن الشيخ في أهله كالنبي، إذا واحد شايب في بيتكم هذا يجب أن يوقر، ينبغي أن يوقر كما يوقر النبي. الشيخ في أهله كالنبي في أمته. فرأى هذا الشيخ يريد أن يتناول عصاه، ما يقدر، كأنه، كلمة ما يقدر مو موجودة بالرواية، لعله يمكن. الإمام توقف عن صلاته، يعني إذا كان يقرأ توقف، وانحنى وأخذ العصا وناولها للشيخ، ثم قام وأكمل صلاته. الإمام الكاظم. إحنا أيضا يجوز لنا أن نفعل هذا العمل، راجع العروة الوثقى في بحث مبطلات الصلاة. إذا شفت فد واحد شايب، امرأة عجوزة تريد تتناول حاجة ما تقدر، دا تقولون إياك نعبد، واحد يسكت ثم ينحني يأخذ تلك الحاجة يناولها، ثم يقوم ويقول وإياك نستعين، ما بيشكال. هذا تعليم للرحمة، هذا أولا. الرواية الثانية أن أحد الأصحاب الحسن بن جهم، هذا رجل من الثقات، النجاشي موثقه، الشيخ الطوسي موثقه، الحسن بن جهم يقول قلت لأبي عبد للإمام الكاظم لا تنسني من الدعاء، فقال الإمام وهل تظن أني أنساك، أو من أين علمت أني أنساك؟ فقلت أنا فكرت في نفسي، قلت أنا من شيعتهم والإمام لا ينسى شيعته من الدعاء، فقلت له إنني من شيعتك وإنك لا تنسى شيعتك من الدعاء. الإمام قال تعلم شيء غير هذا؟ قلت لا. فقال الإمام وهذه نقطة مهمة، انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. واي مهم هذا، احنا ايش قد علاقتنا بالامام الحجه صلوات الله عليه، كم نتذكره، هو خب ما انسان، هذا واضح، لو كان قد نسينا لاصطلمنا الاعداء واحاطت بنا اللاوى، ما انسان، ولكن كم نذكره، كم ندعو له كل يوم، كم نترقب ظهوره. حقيقة عندما ندعو للإمام الحجة ندعو من أعماق قلوبنا، لو فالدعاء هالشكل، انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. هذه أيضا
روايتهم.